يحب المياه، شجاع ونشيط كله حياة، تحيطه الألوان من كل مكان، يلعب يلعب ينجز المهام. بوبو الصغير كم يحب الصعاب، يهزم الأشرار لينقذ الأصحاب، يحب تعلم كل الأشياء، يمضي يمضي يقضي على الثعبان، حمراء اللون وأخرى صفراء، بعضها كالسماء زرقاء، إنها فقاعة بوبو، دو ري مي فا صول لا سي. بوبو الصغير كم يحب المياه، شجاع ونشيط كله حياة، تحيطه الألوان من كل مكان، يلعب يلعب ينجز المهام. أنا أعرف فقط أنه أنفه. لا أصدق أنك تستطيع فتحه. أيها الغيلم، ماذا تفعل هنا؟ أكره الخونة، اقضوا عليهما. أنا خائفة. من الأفضل أن أموت بطلاً على أن أعيش جباناً. لا تخافي يا جميلة، انظري إلي، سأدفعهم بقوة. اقبض عليهما كركان. فأنتم تغادرون المكان. يكفي مراوغة. لن أراوغ. دعني وشأني، اتركني. لقد وقعتما بالفخ أيها المغفلان. والآن أخبرني ماذا أفعل بهما سيدي. خذوهما إلى مركزي، أنا سأستجوبهما. وماذا عن السمكة ذات الأنف الطويل؟ أيقظها. هذا السيارة. أهلا بك سيدي، ما الذي يجري؟ هيا بنا. والآن قم بعملك جيدا وإلا قضيت عليك، أفهمت؟ حاضر. لا تدعي أنك لا تعرف أيها الغيلم، ألم تأخذ الخريطة؟ لا أعرف شيئاً عنها، إن كنت لا تصدقني فتشني. سيدي، لقد بحثت جيداً ولم أجد شيئاً. قلت لك إنها ليست بحوزتي. هذا غير معقول، لقد رأيتك بعيني تأخذها أيها الغيلم. رأيتني أفعل ذلك؟ لماذا لم توقفني إذن؟ سيدي، أعتقد أنه يخبئها في مكان ما، إنه يحاول إيقاظي. هذا معقول وصحيح، لعل الكركند الشرير قام بذلك. لا سيدي، صدقني. لا يمكنك أن تصدق الكركند، إنه يخطط ضدك منذ فترة. سيدي، يجب أن تصدقني، إنها أكاذيب، إنها أكاذيب. ضع الغيلم في الزنزانة أولاً. ماذا عن جميلة الصغيرة؟ وهي أيضاً. هذا سيعلمك ألا تحاول الإيقاع بي، لأن سيدي يثق بي كثيراً. يجب أن نحاول فتح الباب. هذه الزنزانة مجهزة لي، حتى أنا لا يمكنني فتح بابها. ولكن عندما أتينا إلى هنا فتحت السمكة الباب بأنفها. هي وحدها قادرة على فتحها. إنه صوت جميلة والغيلم. هذا صحيح، معك حق. ابقيا في الأسفل. لقد تم القبض علينا، أين بلياتشو؟ تحتك مباشرة. ماذا سنفعل؟ كفي
عن البكاء. انظر هناك. حسنا، هذا صديقنا. وإن يكن أنا خائفة. حسنا، من الأفضل أن أبتعد عنكم. أيتها المرآة العجيبة، أرجوك دعيني أرى ماذا يجري في الزنزانة. أيتها المرآة العجيبة، دعيني أرى الزنزانة المائية. أنا متأكد أن الخريطة بحوزة الغيلم، وهو سيخبر رفاقه أين وضعها. لقد قمت بمحاربتهم بكل شجاعة، لكن الثعبان ألقى القبض علي، لكنني لم أخسر كرامتي، ولم يكتشفوا أيضا أين هي الخريطة. كفى ثرثرة. ماذا تقول يا بلياتشو؟ كيف تجرؤ على معاملتي هكذا؟ هذا أمر مهين للجميع فعلا. أنتما تتشاجران كالعادة، والأهم هو الحصول على الخريطة لأنها الوسيلة الوحيدة لخروجنا. أين هي؟ قل لي، هل وجدوها؟ بالطبع لا. إذن أين هي أيها الغيلة؟ إنه سر لا يمكنني إخبارك. أنا أعرف. لا تفعلي، يمكنني أن أخبرك، ولكنني لا أريد أن يسمع بلياتشو قال بأنني ثرثار. ها، لا يهمني الأمر. لا يهمك، هذا رائع، اذهب من هنا ولا تسترق السامع. هناك طرق عديدة لإخفائها، إن كانت معك سيكتشفون ذلك، لكنني أعتقد أنك وضعتها في مكان آخر. صحيح أنك ذكي، لكن هذه المرة أنت مخطئ. الخريطة بحوزتي، لكنهم لم يتمكنوا من إيجادها. لا أصدقك. فلنضع شرطا، من يخسر يحمل الرابحة على ظهره. حسنا، أنا موافق. تأكد من أنك خاسر. سيريهم الخريطة الآن. المرة الماضية أخذ الثعبان منا القطعتين فيما كنا نريهم للغيلم الكبير. لماذا؟ هل كانت صدفة؟ لا أعتقد ذلك. لا أريد أن أعرف مكانها. لماذا؟ هل تتراجع عن كلمتك؟ بوبو، ما الذي يجري؟ ماذا يقولان؟ إن بلياتشو ذكي جدا، فهو يعرف أنني أستعمل المرآة العجيبة. يجب أن أتأكد من ذلك. تحاولون خداعي. أشك أن الثعبان يراقبنا، لذلك يجب أن ننتبه كثيرا قبل أن نفعل أي شيء مهم. يجب أن نطلب من بوبو أن يحدث بعض الفقاقية. فهمت الآن لماذا لم تسمح لي بالكلام. حسنا، أخبرنا الآن. أعطاني الثعبان نبتة عجيبة، ووضعت الخريطة داخلها، فتغير شكلها إلى حبة عجيبة. تعلمت من الثعبان أن أخفي الأشياء داخل الحبة. أين هي؟ أريني إياها. إنها مذهلة فعلا، إنها كنز حقيقي، انظر. أيتها الحبة، أخرجي الآن واكبري قليلا. أرأيتم؟ انظروا إليها، ما زالت بحالة جيدة. رائع. إنها الخريطة. هل هذه الخريطة المطلوبة؟ نعم، يوجد في هذه الخريطة أسرار عن القطع المتبقية وعن قدرات التنين. أين هي القطع المتبقية؟ لن أدلكم على موقعها، سأخبركم لاحقا عندما تسمح لنا الظروف. هذه المخلوقات مخادعة، استخدمت الكثير من الطاقة اليوم، لا يمكنني أن أستعمل المرآة أكثر، هذا مؤلم. أيها الكركان، لا يجب أن يراني أحد بهذا الشكل، إنني شرير. إنه شرير. أنا الشرير سيدي. لو انتهيت من المهمة لتخلصت منكما. ولكنني أملك خطة جيدة. أنا أيضا لدي خطة جيدة يا سيدي. ما هي؟ هيا أخبرني الآن. يمكننا أن نرسل أحدهم إلى الزنزانة، وبعد أن يحصل على ثقتهم يمكنه أن يكتشف أين وضعوا الخريطة. ما رأيك سيدي؟ من سيقوم بذلك؟ هؤلاء الصغار أذقياء، وليس من السهل خداعهم، من الصعب الحصول على ثقتهم. أنا أعلم، يمكنك أن تضرب أحدهم ثم تسجنه معهم، أنا متأكد أنهم سيشفقون عليه. جيد، أنت ذكي جدا. شكرا سيدي، ما رأيك في أن نرسل السلاور؟
لا 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 أستطيع. يجب أن نضحي كثيرا كي يصبح الثعبان تنينا حقيقيا. لا يهم إذا تسلقنا الجبال وحملنا السيوف وعبرنا النار. أنا قدمت له الخطة، ماذا عنك أنت؟ ولكنني أخرق، لا أجيد الكلام، قد أفشي السر. يا سيدي، أعتقد أنه عليك إرسال الكركند. إنها فكرتك وعليك أنت أن تذهب. لماذا لا يذهب بنفسه؟ لأنك أذكى منه بكثير. صحيح، أنت ذكي. هذه المرة يجب أن أضربك، يجب أن أقوم بذلك أمامهم، وإلا لن يصدقك أبدا. هذا صحيح، يجب أن تستعمل قوة أكبر. لا أرجوك سيدي. سيدي سيدي أنا أرجوك لا تفعل هذا لي. إذا نجحت في إقناعهم ومعرفة سرهم سأكافئك حال عودتك. سوف أتحمل كل شيء من أجلك سيدي، لكن أرجوك لا تنسى أنني موجود في الزنزانة. حسنا هيا بنا، يكفي ثرثرة. عندما أضربك يجب أن تصرخ بصوت عال، لا أحد يمكنه أن يفتح الزنزانة من دون إذن مني. أهذا واضح لك؟ حاضر سيدي. تذكر، إن لم تكتشف مكان الخريطة ستمضي حياتك في الزنزانة. هل تسمعون؟ أعتقد بأن الثعبان يضرب الكركان. لا تهتم لذلك بوبو. إياك أن تطلب المساعدة لهم، سأضربك حتى تنتهي. سيدي لا يهم إن قضيت علي، لكنهم ما زالوا صغارا. أوفوا علي. سمعت الكركند للتو وهو يدافع عنا. الكركند مخادع، لا يمكننا أن نصدقه، أفهمتم؟ أيها الكركند، يا له من سؤال وجيه، لا أريد أن أكون هنا، هو من رماني هنا، فلنكن أصدقاء. أصدقاء؟ نحن؟ أجل، إن الثعبان شرير، أخذ منكم القطع والآن يريد أن يقضي عليكم. من يمكنه أن يحتمل شيئا كهذا؟ حاولت أن أدافع عنكم فانهال علي ضربا. يا لك من مسكين بوبو. لا تفعل به أبدا، لا تنسى كيف ساعد الثعبان للقضي علينا. لا تصدقوني، ألقوا نظرة على جروحي، أليست حقيقية؟ حسنا دعني أرى. انظر، إنها خطيرة. برفق أرجوك. أجل، إنك محق فعلا. بلياتشو، لا يمكنك أن تعامله هكذا، أشفق عليه. ها جميلة، لا تثقي به. سنموت جميعا قريبا، لا يهم إن صدقتموني أو لا. الثعبان يعتقد بأنني خائن وأنتم تعتقدون أنني جاسوس. ما الهدف من وجودي بينكم؟ لا أحد يهتم لأمري. أنا أثق به، أنا أثق به أيضا. أنا لا أثق به. ولا أنا أيضا. اثنان مقابل اثنين. أنا أيضا لا أثق به. اثنان مقابل ثلاثة. هل نسيت أيها الكركند كم عذبتني سابقا؟ أنا سوف أكله. بابو النجدة، النجدة، ساعدني بابو. الغيلم الكبير جائع جدا، فليأكل. سيدي، ألا يجب أن نساعده؟ لا، إنها مسألة حظ، إما يعيش أو لا. أيها الصلاور، سأذهب لأرتاح، ابقى هنا واحرز المدخل، لا تدع أحدا يزعجني. حاضر سيدي. سمعت أن لحم الكركند لذيذ جدا، أود أن أتذوقه الآن. لا. لا، لحمي لا يصلح للأكل، ابتعد عني، ابتعد عني، لحمي مر لا يصلح للأكل، ابتعد عني، ابتعد عني أرجوك، ابتعد عني، ابتعد عني، ابتعد عني. رائع. إنها لي، إنها لي، إنها لي، إنها لي، لي 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 لي، إنها لي، لي، إنها لي. انظر، لقد استعدنا القطعتين. لا. وها هي قطعتي الذهبية. إنها القطعة الذهبية والقطعة الزرقاء. لقد أخطأنا كثيرا بوبو، لا أدري إن كانت ستعمل. إذن تعترفان بذلك. بلياتشو لا تقلق، من الطبيعي أن نخطئ، عليكما المحاولة. لا تترددا في محاولة لمجرد أنكما أخطأتما في السابق.
قلبي شجاع، قلبي يطير. لا، إنها لي، إنها لي، إنها لي، إنها لي. قلبي من حديد، قلبي لا يحطم. هذا رائع، لقد نجحتما. لقد نجحنا. قدراتك وجدت مكانها في الأشخاص المناسبين أيها التنين. من المؤسف أنه ليس بإمكاننا الاحتفاظ بهذه القدرات لوقت أطول من دون القطعتين. قدرات التنين أكبر بكثير مما تتوقعان، عليكما مواجهة الكثير من المشاكل. لقد استعدنا القطع، لذا يمكننا الرحيل الآن. ولكن ماذا عن أصدقائنا؟ لا يمكننا أن نتركهم. أجل، إنها مشكلة. لا يمكنكما أن تتركانه. لا تقلقي، لن نفعل ذلك أبدا. لا يمكنكما الرحيل من هنا بهذه السهولة. أطلي علي، هيا. لا لا. هيا هيا هيا. انتظر أيها العالم الكبير، لا تأكل. يمكنني أن أساعدك إذا وعدتني أمراً واحداً. أعيدك أعيدك، أرجوك لا تسمح له بأن يأكلني. يجب أن تساعدنا على الخروج من هنا. أساعدكم كيف؟ ليس عليك أن تقلق بهذا الشأن. يكفي أن تفعل ما أطلبه منك. أيها الغيلم، أعطني النبتة الآن. لا تفرط بها، إنها فرصتنا الأخيرة. أيتها النبتة، أعطنا أشكالاً تشبهنا الآن. وماذا عني أنا؟ اضربوه. لطالما خدع هذا الكركندو الناس، من المضحك أنه وقع في الفخ. سيدي، إنني أقوم بعملي بحذر شديد. افتح الباب. حاضر سيدي. اسمعني جيدا، قم بجولة واحدة ومن ثم أقفل الباب عند عودتك، هذا واضح؟ حاضر سيدي، فهمت قصدك وسأنفذ أوامرك. لقد أحسنت بلياتشو. فعلت ذلك كله بفضل قدرات التنين وهذه النبتة الرائعة. لا يمكنني الخروج. ألن تأتي معنا؟ جسمي ضخم جدا والباب ضيق. اذهبوا أنتم الآن ولا تلفتوا انتباه الثعبان الأجرب. لا، يجب أن تذهب معنا، لن نخرج ونتركك في هذه الزنزانة لوحدك. لو كان بإمكانه أن نصبح أصغر. فكرة ممتازة، ربما تساعدنا النبتة في ذلك. قلبي شجاع، قلبي يطير فرحا. بلياتشو أنت رائع. أيها الغيلم، احمله على ظهرك. تستعمل قواي وتريد أن أحمل الحبة أيضا؟ لم ينتهي الضرب بعد، يا لقوتهم. ولكن يمكنهم الهرب والباب مفتوح. استعملت طاقة كبيرة اليوم وهذا مؤلم، يبدو أن الكراكند لم يتفق معهم، يجب أن ألقي نظرة. أيتها المرآة الخارقة. أيتها المرآة الخارقة، أنا إلى جانبكم. يا له من مغفل، متى سأتمكن من تحقيق هدفي؟ أنا شرير، أنا شرير. سيدي، ما رأيك لو أتفقد الزنزانة؟ يبدو أن الكراكند خانك. أجل، هل يمكنك ذلك؟ هيا أخرج من هنا. حاضر سيدي. دعيني ألقي نظرة أخرى. أيتها المرآة؟
أيتها المرآة الخارقة، أنا إلى جانبكم. يا له من أحمق. الكركند مغفل، لماذا يردد جملته دائما؟ أنا إلى جانبكم. لقد خدعني الجميع، أنا شرير. لقد فقد سيدي عقله. أين هم الآن؟ إنهم في الداخل يا سيدي، إنهم في الداخل. أنا إلى جانبكم. سيدي ساعدني، رحلوا منذ فترة طويلة، لم أقصد ذلك سيدي أرجوك. هذا سيغضبني. صغير جدا، رغم هذا أنا قوي. أنا طموح أحب البحر ولن أستسلم للسعادة.